كيفاش الشباب ده هاد المدينة أو غير هاد المدينة والمغاربة كاملين ويسمعوا هاد الولد تحكيم، الشاب ولا يكون عنده واحد القوة اللي غيدافع على راسه ما يمكنلوش يدافع على راسه، وهذا راه ولد ما بقاش أنا ولدي، راه ولد القضاء وولد سيدنا وولد الشعب، يتصرفوا معاه باش ما بغاو، ولكن اللي نخافوا حنا هو الدراري اللي مازال صغارين يكون عندهم قوة يدافعوا على راسهم ما يدافعوش ويضيعوا الحياة ديالهم. هذاك ملي كان خدام هنايا كان كيجي واحد العائل في المدرسة كان كيقرا هنايا كان كيدخل معاه، أنا ما كنتش كنظن داك الشيء، كنت كنقول العائلة ديالو. أي ديجا عمل معايا أنا حركة تمشي وما كل شيء ترول، حنا بيدنا ولينا خايفين حتى على ولادنا، الجيران كاملين خوفانين على ولادهم. شهدوا كاين الاطفال اللي كيتحرش بهم كيقول لهم يلا تاكلوا معايا الطاجين في الدار، والغالب الامر كنت كنصيفط ابني عنده 12 عام كنصيفطو كيدي له الماكله، يعني هذا كان بالنسبه لي انا راه كان خطر حتى عليا انا. ولكن كنظن ان في الظروف بحال هذيك راه اي واحد هذاك هو الفعل الطبيعي اللي خصو يدار، فهمتيني؟ حنا كنطلبوا من وزاره العدل والقضاه اللي غيكونوا شابرين ملف هذه العائله هذا، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى وتجيهم شي حاجه رافعه على القلب ديالهم، العيس 16 عام قاصر يعطيوه براءه، فهمتيني؟ من ناحيه التحقيق وكذا وهذا تلا ضرب شي عام ولا 8 شهور التحقيق وهذا يعطيوه براءه. السميه ديالي طيار محمد، السميه ولدي طيار محمد. هذا الخبر هذا شنو نقول لك؟ بعد اوتوماتيكوم اللي سمعته فكرت الخبر اللي كاين على عدنان العيمان اللي فاتوا. من حق هذاك عدنان علم المغاربه كاملين. نفس الخبر هذا يألم المغاربه كاملين. حيث دابا بالنسبه لي انا محمد ماشي ولدي. كان ولدي. ولكن من اللي وقع المشكل ولا ولد الشعب، ولد المخزن، ولد المالك، المغاربه كاملين متعاطفين معاه داخل المغرب وخارج المغرب. هنا دابا بالنسبه لولدي تسمى كان غيضيع غيضيع، سواء اغتصبوا هاد ما نقولوا شي مجرم لا من حق خصنا نترحموا عليه، ولكن بالنسبه لي الرحمه ما طلعليش عليه، اغتصبوا وقتلوا او دافع على نفسه قتل هاد السيد هذا. الله يا ودي انا محق السيد نعرفوه، كان عساس هذا ايام هادي شي 3 سنين ما بقاش يجلس في القهوه دائما، نجلسوا معاه نتعاملوا معاه، شحال من مره الخطا اللي كنت ندير حيث راجل كبير، الخطا اللي كنت ندير هو نجيب شي حاجه تسخر انا مزروبه نقول له هاك السي محمد خليك وصل لي للباب الدار، وصل يصوني يفتحوا له الباب من فوق يدير تشوف على خطا اللي كنت ندير، علاش؟ على حسن النيه ديالي، بحيث الانسان راجل كبير، فهمت؟ والانسان راجل كبير بالنسبه لي انا قد الاب ديالي، بالنسبه لولدي قد جدو، اذا غادي تتعامل معه اي واحد غادي يتعامل، هذا الطبع في المغاربه، هذا هو الطبع في المغاربه، ما فيهاش المغاربه كلهم فيما الطبع هذا، يتعاطفوا مع اللي ما عندوش، يتعاطفوا مع الانسان كبير، احنا عائله مربيين هكا حيث احنا ناس دراويش مربيين هكا، هذا الولد هذا الا مشى انا ماشي نبري ولدي، لا انا ما نبريش، ما نبريه ما نتهموه حيث هو في المخزن ولا المخزن، ولكن المشكل اللي يوقع هو هذا الولد هذا لا قدره الله وتحكم، كيفاش الشباب ده هاد المدينة أو غير هاد المدينة والمغاربة كاملين ويسمعوا هاد الولد تحكيم، الشاب ولا يكون عنده واحد القوة اللي غيدافع على راسه ما يمكنلوش يدافع على راسه، أكيد علاش؟ بحيث غيسمع هاد الولد دافع على راسه وتحكيم، واش هاد الشاب باقي غادي يضحي بشرفه؟ إذا حنا أصبحنا ما عندناش الشرع اللي ضحى الولد بشرفه، ولكن أنا بالنسبة لولدي ضرب الحبس. ما عنديش المشكل، عندك ثقه الحمد لله في القضاء تيم؟ معلوم عندي ثقه في القضاء، وهذا راه ولد ما بقاش انا ولدي، راه ولد القضاء ولد سيدنا ولد الشعب، يتصرفوا معاه باش ما بغاو، ولكن اللي نخافوا حنا هو الدراري اللي مازال صغارين يكون عندهم قوه يدافعوا على راسهم ما يدافعوش ويضيعوا الحياه ديالهم. واش تصور الانسان عنده 70 سنه او 60 سنه ما عرفتش شحال العمر ديالو تقريبا وهو ما مزوج، اذا هذا راجل هو اصبح مش بن واش مرا ولا راجل؟ كيفاش واش مرا ولا راجل؟ اذا راجل خصو يتزوج، اذا ما تزوجش لابد يدير هذا الفعل، هذه معروفه، وبداو يتبانوا شي حوايج من بعد المامات ديالو، الناس تخاف، الله يحسن العون، هذا ما يتهدد، عاد يماه عاد عزيزاه عاد عموه عاد عموه عمامه كاملين الجيران، هما الجيران راه ما ينعسوش مساكن، الجيران كلهم ما ينعسوش، عاد زيد العائله من طبيعه الحال. هذا هو اللي كاين، والله ينصر سيدنا
واللي نظام مع الطيف كامل وهذا ولدكم كاملين ولد الشعب صافي هذا الشيء ما نقول هذا الشيء ما نقول والله يطلق سراحه وهو محتاج الدعوات وهو تحت العين السيد كان كيجي يجلس هنا دائما ساكت كي ما عمروش بد الموضوع ديالو ديجا ما عمروش بد الموضوع ديالو ديال ولادو ولا عنده ولاد ما مجوج ما والو عايش بوحديتو يعني كان كيجي يجلس هنايا كنا كنعد مقاوه عامل القهوه ديالو يوميا باطل هنايا وديجا خدم في هاد العماره هادي هي هنايا كان خدام على الساس كان كيتهلاو فيه الناس صراحه كان معنا هنايا سلام الخدمه كرا واحد السكينه هنايا هذاك ملي كان خدام هنايا كان كيجي واحد العائل في المدرسه كان كيقرا هنايا كان كيدخل معاه كان كيدخل كنت كنقول انا ما كنتش كنظن داكشي كنت كنقول بالعائله ديالو كان كيدخل كيتعطلوا تماك ساعه نص ساعه كنقول للعائله ديالو بعد مرات كيخرجوا لنا كيجيو ديك العائله كيطلب لي العصير مرات تيبانا كيخلص وكينوضوا اي ديجا عمل معايا انا حركه تمشي وما كنت كنجي كندخل كنسلم عليه كيعمل لي واحد السلام ماشي عادي ودرت فيه وجريت عليه من هنايا جا مول القهوه والسيد اللي خدامي قالوا لي علاش كذا ما تهضرش معاه ما كانوش عارفين قالوا لي واه كيتسم الله معاك صافي بقات هايدك صافي المهم عمل عليا انا يعني ولا ما كنزيدش معاه حتى السلام ما كنزيدهاش معاه صافي هادشي اللي كاين كنتمنى واخا العداله تجي من محمد براءة هادشي اللي كنتمناو حنا عمر ديالو 16 عام والعايل الله يعمرها دار عايل نقي كيلبس عليه مزيان بابا مهلي فيه وبابا ديك العيل كان كيتهلا في هاد السيد هذا يعني ما كانش كيجي هنا كيلقى في الصباح كيخلص عليه القهوه مره قرو داك السيد كان بلي كيقول لك كيجي باكيه قرو في العواشر كيدبر عليه بزاف الناس هنا كانوا كيدبروا عليه يعني ما كانوش ناويين في داك الشيء هذاك حنايا من هاد السكينه هنايا وهذا الجار ديالنا هاد الفاجعه اللي سمعناها دابا فهمتيني كلشي ترون حنا بيدنا ولينا خافين تاعنا ولادنا الجيران كاملين خوفان على ولادهم كيقول لك فهمتيني هذا السيد هذا فهمتيني ما كناش عارفينه الحمد لله فهمتيني من يبان وهذا الشيء ترولنا به بزاف فهمتيني وهذا الجار ديالنا تا هو بقى فينا الله يحسن العون ولد الله عمر سلعة لا اللي كنعرفوا الله عمر سلعة لا هو لا ابنه كيقرا مدرسه بريفي دار من المدرسه عيط ترانكيل كيجي كيجلس قهوه كنكونوا كنتفرجوا بارديدو كيجي كيجلس كنقولوا له كدبروا له بلاصه اجي تجلس كيحشم تيجلس معانا فهمتيني كيمشي فحالو العيب الله عمرها سلعه عمرنا شفنا عليه شي حاجه د العيب والسيد بابا الله عمرها سلعه عاوتاني دابا كنسمعوا بزاف د الناس كيهضروا كيقول لك فهمتيني هذا السيد هذا كان ديجا فهمتيني عنده مع الناس في الدراري صغارين في المدينه بزاف الناس كيتشكاو منه قال لك وعنده اسبقيه هذا السيد هذا كاين شي اطفال مشاو شهدوا كاين الاطفال اللي كيتحرش بهم كيقول لهم يلا تاكلوا معايا الطاجين في الدار ها يلا تمشي معايا فهمتيني نعملوا شي دوره على الكامبو بزاف ديال الناس كيهضروا على هذا الشيء هذا وهذا السيد هذا زعما تينك صراحه الله ما لا حول لا قوه الا بالله حنا بيدنا كنا كنعرفوا كيجي كيجلس معنا في قهوه يوميا في قهوه معنا كنهضروا معاه كنضحكوا معاه عادي ما كان كيبين حتى شي حاجه نطلبوا من العداله العيال البراءه هذا العيال الدافع على راسه لا الا عمره سلعه ماشي داد المشاكل هادو مره اي 16 عام في العمر ديالو كيقرا مدرسه نظار كنطلبوا من العداله الصراحه الله هاد العيال خصو براءه فعلا واحد الانسان فهمتيني 60 عام في العمر ديالو ضيع واحد العيل عنده 16 عام ها هاد العيل اللي ما كانش فهمتيني الدافع على راسه كندور زعما في حياته السلام عليكم انا منير عند الفاجعه جاتنا صدمتنا بزاف وما كناش كنتوقعوها من الانسان هذا وهذا الانسان كان كيجلس معايا في قهوه وهو اصلا يعني اصلا الجار ديالي وكاري عند حبيبي وكيمشي معايا يعني كيخرج معايا يعني كيمشي للسوق معايا كيمشي لاي موطع كيمشي معايا بزاف يعني وكيتقهوى حدايا يعني اصلا اغلبيه ما كاينش النهار اللي ما نشوفوش تقريبا يوميا كيفاش كيجيك سمع هذا السيد ما انسان شي هو عادي ولكن ما حدودي يعني هو ما كيعجبوش مثلا بحال راه نقولوا تسقسي عاب مثلا عا فين كنت البارح ولا عامة في كنت البارح ما كيعجبوش الحال يعني هو غامض يعني اما تسقسي على العائله ديالو شي حاجه يقدر ما يجلسش كاع يمشي بحاله ما يتكلمش معاك وما يهضرش معاك في التفاصيل ديال الحياه ديالو ما ديك الساعه عطيتو انا الثقه
باش هو يعني يبقى معايا يعني كيمشي معايا ويجي معايا يعني ما كنسقسيهش لا فين كنتي ولا فين جيتي ولا يعني كيجلس معايا يتقهوى يضحك معايا يعني عادي داكشي يعني سطحي. يعني تزيد هذاك الناس الحومه كامله كتهلا في القرب كل شيء يعني الناس الحاله بيدي كنت كنتهلا فيها اصلا كنعدل شي حاجه في الدار مزيونه ولا مثلا في النهار الجمعه سكسو كنديه له والغالب الامر كنت كنصيفط ابني عنده 12 عام كنصيفطو كيدي له الماكله يعني هذا كان بالنسبه لي انا راه كان خطر عليا انا. انا محمد الجار ديال السي محمد كنعتبره بحال اخي الصغير. اللحظه اللي تلقينا الخبر كانت صراحه صدمه قويه حتى السي محمد الاخلاق والسلوك ديالو كانسان يعني ما يمكنش تقول انه غير ارتكب ديك الجريمه هذيك ولكن كنظن ان في ظروف بحال هذيك راه اي واحد هذاك هو الفعل الطبيعي اللي خصو يدار حيت شنو احسن واش يكون دار بحال هكا ولا ان السي محمد مثلا يتغتصب ويولي مرض ويولي مريض نفسيا ويولي حتى هو مجرم مثلا بيدوفيلي ولا شي حاجه فاحنا اي واحد راه كان في ديك السيتوياسيون هذيك راه ارتكب نفس الحاجه دفاعا عن الشرف ديالو وعن النفس ديالو والسي محمد راه كما قال كل شيء وشهد كل شيء كيعرفو راه في الحاله العاديه راه ما يمكنش ابدا انه يرتكب ديك الجريمه. السلام عليكم، معكم كمال، ساكن في هذا الحي هذا وعلى حساب هذه الواقعه اللي وقعت راه الانسان ما كانش حتى في الخاطر ديالو ولا في البال ديالو لان الانسان هذا كان كيجلس في القهوه ما كيهضر ما كيتكلم وكان كيجلس مع الوالد فهمتيني الوالد كان كيتعامل معاه على حساب الدرويش وما عنده حتى شي واحد كيقول وكذا كان كيعطي كيدبر عليه حتى هو وكيتعامل كيعطيه الحوايج وكذا فهمتي كيفاش يعني ما تصورناش هذا المشكل هذا يوقع فهمتيني. وبالنسبه للولد محمد الله يعمرها دار فهمتيني قولا وفعلا الله يعمرها دار بابا الناس عائله كتعرف بابا ما كيخلي ما يعمل في الخير فيه كان في هذا الانسان هذا ولا مع كل شيء راجل مزيان فهمتيني. ومن ناحيه هذا المشكل اللي وقع اش غنقول لك بالنسبه للعائله انا كنقول لك ونعاودها لك كان كيتريد معايا انا واحد الصديق ديالي اشرف كنا كنطلعوا كلوب مع بعضيتنا كنتريدوا كنجيو في قهوه تما كاين ريستوران كنتغداو مع بعضيتنا ولا كناكلوا في العشيه فهمتيني يعني عمرنا شفنا من ديك العائل شي حاجه خارجه على الطريق فهمتيني السلوك ديالو ولا المعامله ديالو كما كتعرف بابا كتعرف كنعرف ديك الولد عمرنا شفنا منه شي حاجه خايبه يعني الا كان كيمشي المدرسه كيجي يجلس تما مع الاستاذ ديالو فهمتيني اولا مع بابا العائل دافع على نفسه فهمتيني العائل دافع على نفسه والله حفظ الا ما كانش هو عمل هذا كنكون هو قتلو ها بغى يغتصب ويقتلو بزاف اخي فهمتيني حنا كنطلبوا من وزاره العدل والقضاة اللي غيكونوا شابرين ميله في هذه العائله هذا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى وتجيهم شي حاجه الرأفه على القلب ديالهم العيس 16 عام قاصر يعطيوه براءه فهمتيني من ناحيه التحقيق وكذا وهذا حتى لا ضرب شي عام ولا 8 شهور للتحقيق وهذا يعطيوه براءه. انا اسمي احمد وعشت هنايا هذه المده 5 سنين انا دلالادو بحال ولادي مربين كتشوف هاد الحومه هادي كامله بحال ولادي كنعرف الكبير بالصغير بالصغيره بالكبيره البراكه كتشوفها الضيور فين هما اللي خرج كيخرج على عيني الانسان هذا كيمارس الرياضه ديالو كاين حتى شي حاجه من غير الرياضه ديالو المدرسه ديالو كتجي الطونوبر ديال القرايه كيدي من باب الدار كتنزلو باب الدار على عيني هاتيني كتشوف راه البراكه فين هي البراكه فين هي قدام باب الدار ما عندي ما نقول لك كلشي بغارت عيني اللي كنطلبوا من هذه العداله الانسان خصو تخرج براء باش القلوب ديالنا ترخف دابا القلوب ديالنا راه مزيره مع راسنا مع اولادنا مع الحياه ديالنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.